السلام عليكم. إسرائيل تمكنت من اغتيال ضباط إيرانيين بارزين في 24 ساعة الماضية، وذلك من خلال ضربات إسرائيلية طالت العاصمة السورية دمشق. الضربات الإسرائيلية أكدتها وكالة سانا السورية الرسمية بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وأيضا كانت هنالك المزيد من التفاصيل التي نشرت من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكانت هنالك لقطات لتصدي المضادات الجوية السورية لهذا الهجوم الإسرائيلي، وبعض اللقطات الغير واضحة لهذا الموقع أو إلى النقاط التي استهدفت في داخل سوريا. طبعا التفاصيل هنا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، دائما وأبدا عندما يقومون باستهداف العاصمة السورية دمشق، الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق الجولان لكي تحقق الضربات مباشرة على العاصمة السورية دمشق. المضادات الجوية الخاصة بالجيش العربي السوري كانت حاضرة في التصدي للضربات الإسرائيلية، ولكن إسرائيل كانت تبحث عن تحقيق ضربات على نقطتين. النقطة الأولى هي عبارة عن مقر متواجد من ضمن منطقة السيدة زينب، والنقطة بالضبط تأتي خلف فندق اسمه فندق الروضة في مزارع تابعة لحزب الله اللبناني كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان. أما النقطة الأخرى فهي تأتي من ضمن ريف دمشق، ونتحدث عن بلدة حجيرة تحديدا، هي التي تعتبر أيضا من النقاط أو المناطق أو المقرات التي تابعة، وهي تابعة لحزب الله اللبناني. بالنسبة لي الجانب الإسرائيلي تمكن من استهداف النقطتين بكل نجاح. بعض الصواريخ تمكنت المضادات الجوية الخاصة بالجيش العربي السوري من التصدي لها، ولكن في نهاية المطاف تم تدمير هاتين النقطتين، وتم تأكيد بأن هنالك عنصرين من حملة الجنسية السورية والذين يعملون طبعا مع حزب الله اللبناني قد قتلا بسبب هذه الضربة. كان هنالك 7 جرحى، ولكن المفاجأة أن الجانب الإيراني أعلن عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هذه الضربات التي جاءت على سوريا. لم يحددوا المكان والزمان، ولكن بعد هذه الضربة مباشرة قاموا بهذا الإعلان. وطبعا نتحدث هنا عن إيرنا الإيرانية، وكالة إيرنا المهمة للغاية، وكذلك وكالة تسنيم التي نشرت صور القتلى كما تلاحظون. هؤلاء هم الذين قتلوا بهذه الضربة التي نتحدث عنها، وتلاحظ من طبيعة الرتب الخاصة بهؤلاء طبعا القتلى الإيرانيين، ستلاحظ أن الرتب من خلال الترتيب أو الرتب الخاصة بالحرس الثوري الإيراني إذا ما قارناها لكي نطلع على طبيعة الرانك الخاص بهم أو الرتبة الخاصة بهم، ستلاحظ بأن ما يتطابق معهم بأن هؤلاء الضباط هم طبعا برتبة عميد ثاني في الحرس الثوري الإيراني. ولكن عادة عندما يقتل أي عنصر كان في الحرس الثوري الإيراني أو من القوات الإيرانية ويعتبر من الشهداء، فتتم ترقيته أثناء طبعا أو ترقيته أثناء التقاء الصور بهذا الشكل، وبالتالي هذه ليست الرتبة الحقيقية لهؤلاء القتلى من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي الرتبة الحقيقية هي عقيد في الحرس الثوري الإيراني. المثير بهذه المسألة أن هذا الاستهداف يأتي بعدما رأينا ضربة باتجاه مطار دمشق الأسبوع الماضي، جاءت بهذا الشكل. الجانب الإسرائيلي وجه ضربة وأخرج مطار دمشق مرة أخرى عن الخدمة وهو لا زال خارج عن الخدمة تماما. ظهرت هذا وظهر هذا الجزء من هذه الطائرة التي ترونها أثناء هذه الضربة، وهذه الطائرة كما تلاحظون هي متطابقة تماما مع طائرات يزد إيرويز الإيرانية كما تلاحظون، متطابقة تماما. وهذه الطائرة بشكل مثير نشرت عنها معلومات من قبل موقع صوت العاصمة كما تلاحظون بهذا الشكل، بعد هذه الضربة التي تمت في 26 نوفمبر. قال موقع صوت العاصمة عن هذه الطائرة الآتي: أن طائرة إيرانية هبطت في مطار دمشق قبيل ساعات من القصف الإسرائيلي الذي استهدفه يوم الأحد الماضي. وأضاف هذا الموقع: دخلت الطائرة الإيرانية للأجواء السورية بوضع التخفي بعد أن أغلقت كل أجهزتها الملاحية فوق الأراضي العراقية. وهذا ما يشير أن هذه الطائرة أما تحمل أسلحة أو تحمل عناصر مهمة أو تحمل الأسلحة والعناصر المهمة في نفس الوقت من مستشارين وضباط بارزين، وطبعا من الضباط الرفيعية المستوى في الحرس الثوري الإيراني. وطبعا بعد أن دخلت هذه الطائرة وتم ضرب
مطار دمشق وإخراجها عن الخدمة، كانت طائرات النحشون الإسرائيلية من طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية، إن كانت النحشون شافت أو النحشون إيتام، كانت تراقب دمشق كما تلاحظون في 28 نوفمبر. بعد يومين من هذه الضربة على المطار، لاحظ كيف هم يراقبون كل صغيرة وكبيرة باتجاه دمشق. كل هذه العمليات الالتفاف وغيرها هي تراقب جنوب دمشق وكذلك غرب دمشق في نفس الوقت بهذه الطريقة. وتلاحظ أيضا في 29 نوفمبر نفس الطريقة ونفس الأسلوب، تحليق مكثف أكبر، يبدو بأن إسرائيل كانت تراقب شيئا ما، وجاء الأول من ديسمبر، لتلاحظ أنهم مستمرون في عملية المراقبة حتى جاءت في 2 ديسمبر الضربة التي أدت إلى مقتل عنصرين من الضباط البارزين في الحرس الثوري الإيراني. بشكل عام هذه العملية من قبل الجانب الإسرائيلي تأتي مع انهيار الهدنة في قطاع غزة. جانب الإسرائيلي هنا طبعا واضح جدا بأن عمليات الاستهداف التي يقوم فيها أو بها في سوريا باتجاه مواقع حزب الله اللبناني لم تعد تقتصر على مستودعات الأسلحة كما اعتدنا في الفترة الماضية. هم بدأوا يستهدفون الآن المقرات الخاصة بالقادة، إن كانوا من القادة في حزب الله اللبناني أو إن كانوا كذلك من الحرس الثوري الإيراني. وهذا واضح، وهذا يوضح بأن هنالك رسالة كبيرة جدا من الجانب الإسرائيلي بالاتجاه السوري وكذلك باتجاه اللبناني، وتحديدا طبعا نتحدث عن حزب الله اللبناني، بأننا نستهدف، نغلق المطارات عليكم، نضرب الأسلحة، نضرب القادة، ونستطيع التصعيد في جميع الجبهات، وأن جبهة غزة لن تؤثر علينا، وسنقوم بفتح جبهة في سوريا وفتح جبهة كذلك في لبنان. وكذلك أن الجانب الإسرائيلي نوعا ما واضح، أصبحت الأمور واضحة بالنسبة له، بأن هنالك ردة فعل ضعيفة تجاه إسرائيل الآن مع عودة إطلاق النار مرة أخرى في قطاع غزة تحديدا من قبل حزب الله اللبناني. إذا ما لاحظنا هنا من خلال الإحصائيات، مع انهيار الهدنة في قطاع غزة، ستجد أن جانب الإسرائيل حزب الله اللبناني كان قد صعد بشكل كبير في الفترة الأخيرة قبل الهدنة التي رأيناها في قطاع غزة. وتلاحظ هنا باللون الأصفر هي الصواريخ القادمة من غرب جنوب لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي، وباللون الأخضر هي طبعا النقطة أو الجزء اليمين أو الجزء الأيمن أو الشرقي من جنوب لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي. لاحظ كيف كان التصعيد كبيرا، ولاحظ ردة الفعل الإسرائيلي أو من ردة الفعل من حزب الله اللبناني بمجرد انهيار الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة. لاحظ بأنها 6 صواريخ فقط من الشرق ومن الغرب من جنوب لبنان، مما يوضح أن ردة الفعل من حزب الله اللبناني قد ضعفت كثيرا. وكذلك بشكل عام موضوع غزة أصبح مختلفا الآن بحسب الجوجل ترندز، عندما تضع غزة بشكل عام سترى بأن الاهتمام بقطاع غزة قد انخفض كثيرا. لاحظ من 7 أكتوبر والتاسع من أكتوبر وصلت أعلى قممها اهتمام القضية في قطاع غزة، وحتى الناس نسوا تماما الحرب الأوكرانية الروسية بسبب ما يجري، ولكن لاحظ الانخفاض الهائل بالاهتمام في قضية غزة، حال وحال أي حرب، حال وحال الحرب في أوكرانيا وغيرها. وبالتالي هذا هو الأمر بالضبط الذي استغله الجانب الإسرائيلي الآن، وبدأ يهاجم جنوب قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أكدت بأن هنالك توغلا إسرائيليا في شرق خان يونس، وأن هذا التوغل طبعا هو جاء بعد انذار كبير ومنشورات من قبل الطائرات وسلاح الجو الإسرائيلي إلى المواطنين الفلسطينيين الموجودين طبعا في خان يونس وفي المناطق التي تأتي إلى شرق خان يونس، عددوا العديد من المناطق، وهذه المناطق طبعا يجب أن نلقي نظرة عليها، لأن هذه تعتبر عبارة عن مناطق ونقاط سيتقدم بها الجيش الإسرائيلي بشكل كبير. طبيعة الإنذارات جاءت على عدد من النقاط، النقطة الأولى طبعا هي الخزاعة هنا بهذا الاتجاه، طلب الجيش الإسرائيلي من المواطنين هنا أن يخرجوا من هذه البلدة، وكذلك عبسان الكبيرة وكذلك عبسان الجديدة أيضا طلب الجيش الإسرائيلي أن يبتعد المواطنين من هنا، وبني سهيلة والقرارة وحتى أجزاء من خان يونس طلبوا من المواطنين أن يخرجوا من هذه المناطق، لأن الجيش الإسرائيلي بدأ وسيبدأ بعملية الاقتحام. والاقتحام والتوغل من الجيش الإسرائيلي هو مدروس من قبل الهدنة أساسا الإنسانية التي رأيناها. فالجيش الإسرائيلي
وبالتالي في حقيقة الأمر تمكن من تحقيق تقدم مهم للغاية في خاصرة قطاع غزة هنا بهذا الاتجاه على مسافة 1.6 كيلومتر تقريبا، وذلك عن طريق هذا الطريق الذي ترونه أمامكم وهو طريق كيزوفيم بهذا الاتجاه. وطبعا الفصائل الفلسطينية لا زالت تسيطر حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها على القرارة وعلى هذه المناطق بأكملها طبعا، وجانب الفلسطيني يعلم خطورة هذا التقدم الذي قامت به إسرائيل. الذي جرى وجديد بحسب التصريحات من الفصائل الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي توغل بهذا الشكل باتجاه بلدة قرارة، والفصائل الفلسطينية مباشرة كانت جاهزة لهذا الهجوم وتمكنت من التصدي للهجوم الإسرائيلي، لا بل أنها استخدمت كذلك رشقات صاروخية تجاه التجمعات الإسرائيلية الموجودة في هذه المنطقة تحديدا، وذلك من أجل استنزاف وإضعاف التقدم الإسرائيلي قدر الإمكان، وليحاصروا القطاعات التي تتقدم بهذا الاتجاه ليوقعوا أسرى وخسائر، وبالتالي تبقى السيطرة للفصائل الفلسطينية. وطبعا الجانب الإسرائيلي حتى ظهر هذا اليوم كان يقصف بلدة قرارة بشكل مكثف، يقصف النقاط التي تتواجد فيها طبعا الفصائل الفلسطينية، وهذا أكبر دليل أن الجانب الإسرائيلي لم يسيطر على هذه البلدة ولكن هو يريد التقدم إلى هذه النقطة، والفصائل الفلسطينية تعي تماما الخطر الإسرائيلي القادم لهذه البلدة، لأن إسرائيل الآن بدأت تهيئ للسيطرة على هذه البلدة وما بعد السيطرة على هذه البلدة لكي يكون التقدم سريعا. وبدأ الجانب الإسرائيلي وضرب أبراج حمد السكنية أو مدينة حمد السكنية في قطاع غزة بشكل هائل للغاية. إذا ما ألقينا نظرة هنا على بعض اللقطات ستلاحظ هذه كانت الضربات التي جاءت على هذه المباني من أبراج حمد السكنية طبعا القطرية، لاحظ الضربات كبيرة للغاية، ولاحظ المباني كيف أنها مدمرة بهذا الشكل، وكانت هنالك صور لطبيعة الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في هذه الضربات، مثل هذه الصورة ومثل هذه الصورة الأخرى إذا اقتربنا من الصاروخ ويتطابق تماما مع صاروخ سبايس 2000 الإسرائيلي سبايس 2000. هذا الصاروخ سبق وأن رأيناه يستهدف عدد من المباني قبل الهدنة الإنسانية طبعا، وستلاحظ كيف أن هذا الصاروخ عندما يضرب يجعل هذا أو المباني تنهار بهذه الطريقة. بالتالي الغرض من إسرائيل ليس ضرب الأنفاق في تلك المنطقة وإنما جعل المباني الموجودة في تلك المنطقة أن تنهار. وطبعا لتحديد هذا الموقع والتأكد مما جرى سنجد بأننا طبعا أمام مساحة مفتوحة وخيمة هنا كبيرة، وتلاحظ هنا مبنى كما نلاحظ وهناك مبنى آخر، تلاحظ المباني متقاربة، ليس هناك مبنى متقارب مع المبنى الذي نتحدث عنه هنا، وهذا طبعا أكبر دليل بأن هناك فرع شارع فرعي بهذا الاتجاه باتجاه الخيمة مقابل وسط الخيمة تقريبا. وصورة أخرى من لقطة أخرى وضحت من نفس الموقع، وضحت طبيعة بالضبط ما نحن أمامه من منطقة، طبعا هذه المنطقة المساحة المفتوحة، الخيمة، المبنى الأول، الثاني، الثالث، الرابع، والخامس، والسادس، وأمام المبنى السادس تلاحظ مبنى لوحده بهذا الاتجاه، وتلاحظ أيضا هنالك بعض الأشجار التي قد لا تكون واضحة بشكل كبير ولكن هي تدلل بأن هنالك طريقا موجودا في هذه المنطقة ما بين المباني وما بين هذه المساحة المفتوحة. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي وحاولنا أن نقارن هذه المنطقة من نفس الزاوية نتجه إلى أبراج حمد السكنية أو مدينة حمد السكنية الوحيدة، النقطة الوحيدة المتطابقة معنا ما نتحدث عنه هي هذه الساحة التي ترونها أمامكم. بالتالي إذا ما توقفنا قليلا أخذنا صورة أكبر لهذا الموقع ستجد بأن فعلا كل شيء يتطابق. هذه هي طبعا الساحة التي نراها، وهذه هي الخيمة، وهذا هو المبنى والمبنى الثاني، وهذا هو طبعا الشارع الفرعي، الأشجار التي تحدثنا عنها والطريق واضح، والمبنى الأول والثاني والثالث، وهذا هو الرابع والخامس والسادس، وأمام المبنى السادس المبنى الذي كان ظاهرا طبعا أمامنا في هذه الصورة. بالتالي كل شيء يتطابق مع ما رأيناه، وهذه هي بالضبط المنطقة التي استهدفتها إسرائيل. وبعض المواطنين الفلسطينيين الذين يتواجدون في هذه المنطقة قالوا أن المنطقة تعرضت إلى دمار شديد بسبب الضربات الإسرائيلية. وطبعا هنالك أهمية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لماذا هم يضربون هذه المنطقة؟ وذلك لمنع قدرات القنص والرقابة الموجودة في هذه المباني العالية المطلة طبعا على
قرارة التي نتحدث عنها وبلدة قرارة المهمة للغاية. وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي المتحشدين طبعا في هذه المنطقة عملية التقدم إلى هذه المدينة وإلى بلدة القرارة هي خطيرة للغاية، لأنها ستفتح الباب للجانب الإسرائيلي أن يسيطر على شارع صلاح الدين ليس من اتجاه قرارة فقط، وإنما أن يتقدم من شارع كيزوفيم كذلك ليصل إلى شارع صلاح الدين، وبالتالي يعزل دير البلح عن خان يونس وعن رفح في نفس الوقت، وبعد ذلك يفتح لهم الباب بعد تدميرهم لهذه المنطقة أن يسيطروا أيضا على مباني حمد السكنية كما تلاحظون. وهذه المنطقة أساسا هي عبارة عن منطقة زراعية مفتوحة، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يستطيع أيضا التقدم بهذا الاتجاه، مع حقيقة أن يتقدمون إلى شارع الرشيد ويصلون طبعا إلى البحر المتوسط ويقومون طبعا بعزل شمال ووسط قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة، وبعد ذلك إسرائيل تريد الوصول إلى هذه النقطة كما هو واضح من طبيعة التحرك والإنذارات التي يرسلوها إلى المواطنين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، هي للوصول إلى سجن أصداء المركزي، لأن في هذا السجن أثناء الهدنة الإنسانية كان هنالك العديد من الأسرى الذين خرجوا من هذه المنطقة تحديدا، وقد صورتها الفصائل الفلسطينية بنفسهم أنهم سلموا العديد من الأسرى. وبالتالي الجانب الإسرائيلي يريد السيطرة أيضا والوصول إلى هذا النفق للوصول إلى أسرى أو الوصول إلى شبكة الأنفاق التي تؤدي لهؤلاء الأسرى، وطبعا إلى شبكة أنفاق معقدة للغاية. والجانب الإسرائيلي قال بأنه سيطر وتمكن من الوصول إلى 800 فتحة من طبعا فتحات الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية، وبالتالي الفصائل الفلسطينية تعمل ألا يحدث هذا السيناريو من خلال تحقيق مقاومة قوية للغاية، ضرب التحشدات للجانب الإسرائيلي ومحاولة إيقاع أكبر خسائر ممكنة، لأن هذا السيناريو سيكون صعبا وصعبا للغاية. والوور مابر كانت قد وضحت من طبيعة الإنذارات الإسرائيلية، تلاحظ أنهم أنذروا هذه المنطقة باللون الأحمر، هذا هو التقدم الذي تحدثنا عنه، وهذه النقطة أيضا أنذروها، مما يوضح لك أن إسرائيل ستقطع هذه المنطقة بالكامل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. وكان هنالك تحديثا أيضا طلبوا من العديد من المربعات السكنية الموجودة في خان يونس بمغادرة خان يونس. الآن تلاحظ خطورة الأمر بالنسبة للتقدم الإسرائيلي القادم. بالتالي إسرائيل واضح بعودة إطلاق النار مرة أخرى، تريد إنهاء السيطرة على شمال قطاع غزة، تريد التقدم بهذه المنطقة، وبالتالي تقسم المنطقة إلى منطقة أولى ومنطقة ثانية ومنطقة ثالثة إلى ثلاثة أقسام. وطبعا الإطباق أيضا على دير البلح ومخيم النصيرات وكذلك عدد من النقاط السكنية الموجودة هنا، وبعد ذلك طبعا البحث عن فتح حصار كبير على منطقة خان يونس، وبالتالي توجيه ضربة كبيرة للغاية للفصائل الفلسطينية إن ما تحقق هذا الأمر. لا زالت الفصائل هي التي تدافع، هي التي تمتلك زمام المبادرة في هذه المعركة، وهي قادرة على إيقاع المزيد من الخسائر بالجانب الإسرائيلي، لكن يبدو أن هذه الهدنة الإنسانية قد جاءت بمصلحة إسرائيل بتسلم الأسلحة، إعادة الانتشار وغيرها. سنرى ما الذي سيحدث طبعا من خلال هذه المعركة الخطيرة المستمرة في قطاع غزة.